ناخذ المثال هذا، خلينا ناخذ الكيس الاولى. راح اخذ الكيس الاولى، عندي واحد على اس اللي هو ايش، واحد على اس ممكن يمثل بالحاله هاي انتجريتر، وممكن اذا بدك تفكر فيه انه ستيب فانكشن داخله على البلوك. اوكي، مش احنا قلنا اندر لابلاس ترانسفورم؟ فعندي هذه واحد على اس وهذا واحد على اس بلس اي اللي هو ايش، او اذا بدك اي على اي بلس اللي هو ايش، هذا فيرست اوردر سيستم. اه هذا عندي هون فيرست اوردر سيستم، وانا مش حاطط بينهم في شيء بينهم سامبلر، فهي راح نسميها كيس 1. هلا بالحاله هاي ما بصير اخذ جي اوف زد لهاد واضربها في جي اوف زد لهاد، لازم اخذ جي اوف جي 1 اوف اس واضربها في جي 2 اوف اس. فجي 1 جي 2 اوف اس تساوي جي 1 اوف اس مضروبه في جي 2 اوف اس وتساوي اي على اس في اس بلس اي. هلا بقدر اخذ، انا ما حطيتش على فكره هون زيرو اوردر هولد، بدك تحط زيرو اوردر هولد هاي بيكون شيء اضافي، انا بس بدي افرجي الفرق بين هذول التو بلوكس اللي موجودين. هلا لازم نعمل بارشل فراكشن اكسبانشن، فبصير عندي هلا جي 1 جي 2 اوف اس تساوي اي على اس زائد بي على اس بلس اي، واذا بتكملوا في البارشل فراكشن اكسبانشن بيطلع معي 1 على اس، فهذا يساوي 1 على اس ناقص 1 على اس بلس اي. الكل بيعرف كيف يطلع اي وبي. اه فطلعنا اي بي، فصارت هاي عباره عن التو بلوكس هذول. هلا هذول التو بلوكس بامكاني هلا اطلع، انا عندي 1 على اس اذا حولته من الاس دومين للزد دومين بصير z minus 1، واحد على s plus a إذا حولته من s domain لل z domain بصير z minus e to the minus a capital T. فصار عندي هلا هذا هون g1 g2 of z يساوي، بدي اطرح هذول الاثنين من بعض، فبصير عندي z على z minus 1 minus z على z minus e to the minus a capital T. وهلا هذول اذا جمعتهم راح يطلع معي النتيجه في النهايه، وحتى المقامات وجمعتهم بيطلع عندي الجواب النهائي z 1 minus e to the minus a capital T على z minus 1 z minus e to the minus a T. مضبوط هذا الشغل هون، اخذت هاي وقسمتها على هاي صارت z، فاعطتني z square minus z e a T، وبعدين قسمتها على هاي اعطتني z minus 1 z. z square بتشطب مع z square بضل الترمز اللي فيها زد. فهي هي البلس ترانسفير فانكشن تبعت السيستم بدون سامبلر بين. هلا بدنا نطلع على الحاله الثانيه، لو كانت عندي الحاله الثانيه هيها كيس 2 عندي هون 1 على اس وهي هون حطيت سامبلر، يعني كل تي هاي عملها بتسكر، ما عم تنقل السيجنال من واحد للثاني الا كل تي، وهذا بيؤدي لاختلاف. وعندي هون هذه هون اي على اس بلس ايه. هلا هون بالحاله هاي عندي هون جي 1 اوف اس، وكانها هاي مع السامبلر صارت هذه، هي فيش سيجنال يعني، بس هي هون كانها جي 1 اوف اس ستار. اوكي، فكانها هون، فهلا هون بقدر اخذ هاي عندي هون جي 1 جي 2 اوف زد، فبصير عندي هلا التراس جي 1 اوف زد مضروب في هلا جي يعني اوفر اول يساوي جي 1 اوف زد جي 2 اوف زد، ويساوي 1 على اس شو بصير عندي؟ زد على زد ماينس 1 مضروب في، والثاني راح يصير اي زد اللي هي كانت زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس اي تي، وتساوي هاي بتصير اي زد سكوير زد ماينس 1 زد ماينس اي تو ذا ماينس اي تي. قارن هات المقام نفسه، البسط اختلف، ايش عندي في البسط الاختلاف؟ هون عندي اي زد سكوير وهون عندي زد 1 ماينس اي تو ذا ماينس اي تي. هذا البلوك لا يساوي هذا البلوك، ما بصيرش بحاله اذا فيش عندي سامبلر اني اخذ الزد ترانسفورم لهذا واضربه الزد ترانسفورم لهذا. في طبعا سبب ليش راح يكون في سامبلر بينهم، راح نشوف السبب ليش في سامبلر، ممكن يكون هذا جزء من كنترولر وهذا جزء من الفيزيكال سيستم، راح يكون في بينهم ممكن يكون في سامبلينج سامبل اند هولد سيركت او الى اخره.